وهو برجر فيول، سلسلة المطاعم النيوزيلندية والمنتشرة في جميع أنحاء العالم، أخيراً وصلت لدبي، وصار الوقت لنكتشف ملذات هذا المطعم. فهل هناك اختلاف في الطعم أو اختلاف في الفكرة؟ هذا اللي راح نعرفه من فرح. فرح، خبرني عن فكرة برجر فيول واللي جانا من نيوزيلندا. برجر فيول طبعاً هو عبارة عن سلسلة مطاعم نيوزيلندية، نحن مجموعة الخيارات الوكيل الحصري في الإمارات. برجر فيول هو عبارة عن نوع مختلف من أنواع البرجر، التركيز الوحيد فيه هو على البرجر بحد ذاته، حتى نطور ونحسن المنتج بحد ذاته ليكون شيء خاص وصحي وطبيعي 100%. طبعاً البرجر فيول كمان هو عبارة عن نوع معين جديد من اللايف ستايل، مثل ما انتبهتي او اذا لاحظتي على الديكور بالمحل في كثير شغلات بتعطيكي فكره عن برجر فيول، قطع السيارات اللي بتعطيك فكره انه برجر فيول له علاقه بالطبيعه الميكانيكيه للاشياء. طبعا صرنا حوالي سنه هلا عم فاتحين في دبي وعم نطمح لحتى نفتح محلات اكثر جديده بالمستقبل. في ماركات عالمية كثيرة للبرجر، فليش اختارت الماركة انها تي لدبي وشو اللي يميزها عن غيرها؟ حقيقة نحن بالشركة بمجموعة الخياط صرنا كذا سنة عم نحاول نوجد شيء مختلف عن الماركات الموجودة بالسوق. طبعا بتعرفي دبي من أهم الأسواق العالمية للمأكولات والمشروبات، ولحتى نلاقي شيء مختلف كان لازم نبحث ونبحث كثير لحتى نلاقي شيء مناسب. برجر فيول اللي لفت نظرنا فيها أول شيء بشكل أولي طريقتهم الغير تقليدية اللي استعملوا فيها الألوان اللي أنت انتبهتي عليها، البنفسجي والأزرق، بالطريقة التقليدية هي الأحمر والأصفر والأبيض. وقت دققنا بالكونسبت شوي وطلعنا على الكواليتي وبلشنا نشوف نوعية الأكل اللي بيستعملوها، نوعية اللحوم اللي بيستعملوها، نوعية المنتجات اللي بيستعملوها، استنتجنا انه في فراغ كبير بالسوق هون في الامارات لهالنوعيه الممتازه من الفاست فود اللي منتشره كثير اصلا في الدوله. السبب الثاني كان سياسه البرجر فيول الصديقه للبيئه اللي هي حقيقه مش موجوده ابدا هون في الدولة، ما في مطاعم بتحسيها سياسة صديقة للبيئة. طبعا نحن كل المنتجات عندنا هون او الباكجينج او اللي نستعملها ريسايكلبل، معاد تدويرها من مصادر معاد تدويرها كمان من نيوزيلندا. السبب الاخير هو كان الجو العام للمطعم ببرجر فيول اللي هو مرح، بتحسي فيها الموظفين مرحين مع الزباين، الزباين دائما عندهم شيء حابين او منتظرين لشيء جميل جاي بعدين. عندكم سياره خاصه تمشي في الشوارع وهي السياره الاصليه اللي تروج للمطعم، خبرنا عن قصتها. هاي السياره حقيقه قصه طويله، السياره هي لفت تقريبا العالم باكمله. السيارة مصدر أمريكي، كانت طبعا هي من طراز دوج موديل عام 1967. مالكة السيارة هي كانت بائعة زهور، وهي ملكتها من وقت اللي كانت جديدة السيارة، وباعتها مباشرة لجماعة برجر فيول. طبعا السيارة هي كلاسيك كار، كانت وحيده من نوعها في استراليا ونيوزيلندا، وهلا صارت وحيده في الشرق الاوسط. بتحمل علامه البرجر فيول، وهي السياره عم تساعدنا كثير لحتى نوصل المسج اللي برجر فيول عم يحاول دائما يوصلها لكل زباينه. وطبعا هي جزء من طاقم سيارات كبير لبرجر فيول في نيوزيلندا، وهدفنا انه نجيب سياره ثانيه خلال هالعام ان شاء الله. والهدف الثالث اللي هو خلال اول سنه الجاي نعمل سياره على شكل كثير كبير اللي هو بنسميها موبايل كيتشن، مطبخ برجر فيول متنقل موصول على السياره، بنستعملها لحتى نوصل البرجر فيول برجر للعالم اللي مش قادرين يجوا على المحل. افتتحت برجر فيول مطعمها الاول في الامارات في منطقه ذوق، المنطقه السياحيه بامتياز. تعتبر برجر فيول سلسلة مطاعم عالمية رائدة متخصصة في توفير البرجر،
واللي تمتلك براءات اختراع في تطوير وصفات مأكولات فريدة ومميزة. ويعتبر مطعم الشركة النيوزيلندية في دبي الثاني من نوعه في الشرق الأوسط في العام 2010، واللي يخلي هذا المطعم مختلف عن غيره من مطاعم البرجر أنهم يستخدمون في إنتاج الوجبات الأبقار، واللحوم المستخدمة في إنتاج الوجبات هي ذبح حلال 100%، ويقدم برجر فيول نموذج فريد للي يسمونه هندسة الطعام. تصميم المطعم جذاب ومختلف وعصري، أشبه ما يكون بجراج للسيارات. هو مكون من طابقين يتوسطه في الطابق الأرضي طاولة خشبية كبيرة الحجم تمكن الزبائن الجالسين عليها من مراقبة المطبخ وكيفية تحضيرهم للبرجر، وهني سلم حديدي يمكنكم من الصعود للطابق الثاني اللي يناسب الزبائن الباحثين عن المزيد من الهدوء والخصوصية. الأشخاص اللي يحبون البرجر وبكل أنواعه، زين كذي بزيد على قائمة المطاعم اللي عندي عنوان يدي، غير اللذة اللي لا تقاوم. جو المطعم وايد حلو، ديكوره وتصميمه يتشابه مع التصميم العالمي لبرجر فيول. بترككم مع هذا المطعم لتجربة الأكلات المختلفة اللي عندهم، وموعدنا بيتجدد معاكم الأسبوع الجاي. مع السلامة.